السلام عليكم ورحمة الله. للبيع شقة في منطقة يالنجك، 3 غرف صالة داخل مجمع سكني. مساحة الشقة 175 متر مربع، الدور السابع، شقة رقم 23. ندخل نشوف الشقة. أول ما ندخل، بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا هنا المدخل، ما شاء الله تبارك الله، مساحتها واسعة وشريحة. عندنا على اليمين على طول الصالون، ندخل نشوف الصالون، ما شاء الله تبارك الله، إطلالة جميلة جدا من الصالون، والمساحة واسعة وشريحة. نجي نشوف إطلالتها من الصالون، عندنا الإطلالة هذه من الصالون، ما شاء الله تبارك الله، مطلة على البحر وعلى الطبيعة. طبعا منطقة يالنجك تعتبر من المناطق المخدومة والقريبة من المطار، تقريبا مسافة 10 دقائق من المطار. هذا الصالون، نجي هنا على اليمين عندنا بلكونة مشتركة ما بين الصالون والمطبخ، ندخل نشوف البلكونة ونشوف إطلالتها. هذه إطلالتها من البلكونة، نطلع على البحر على الطبيعة، ما شاء الله تبارك الله. عندنا هنا المدخل من البلكونة على المطبخ، هذا المطبخ عندنا، نطلع نشوف كم الباقي الشكل. طبعا الدخول مع البوابة هذه، أول ما ندخل على اليمين الصالون، وعندنا هنا على اليسار المطبخ، شفنا المطبخ شفنا الصالون، عندنا هنا الغرفة الأولى، هذه الغرفة الأولى، نجي هنا عندنا الغرفة الثانية، لها بلكونة، نجي نشوف الإطلالة من البلكونة. طبعا نظام التدفئة نظام مركزي عن طريق الفحم، وهذه إطلالتها من البلكونة. عندنا البلكونة هذه مشتركة ما بين الغرفة الثانية وغرفة النوم الرئيسية. ونجي هنا على دورة المياه الأولى، أكرمكم الله، وعندنا المساحة هذه للغسالة، وعندنا هنا دورة المياه الثانية والبانيو. وعندنا هنا غرفة النوم الرئيسية، طبعا زي ما قلنا لها بلكونة مشتركة. لها دورة مياه خاصة فيها، هذه
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.